كل كلامنا هيكون بناء على نصوص آبائية، وخصوصا لصاحب الشأن القديس كيرلس نفسه، أنه لم يطلب أحد بيانا للإيمان منا، ولا نحن قبلنا بيانا جديدا صاغه آخرون. ثم أضافوا خلسة بعض التعبيرات التي تظهرهم أنهم لم يكونوا أنقياء تماما من هذا النسطور، لكن ده كلامهم هم مش كلامي أنا. قول اللي ما حضرش معانا ممكن مش هيفهم كويس، بل ممكن يحصل لبس. ده مجرد حتى ما نجيب سيرة أوطاخي وكده، الله هو سيدنا بيحال الأوطاخي اللي هرتوكي، يعني ممكن مش فاهمين اللي قبل كده واللي بعد كده ايه. احنا ماشيين في الأحداث بترتيب منهجي. نحن لا نقبل على الإطلاق كل ما ينسب لأوطاخي، ومحروم كل هذا الفكر. أما المجمع فيليبيانوس فيأتي قول أوطاخي كالآتي: فأجاب أوطاخي: قد قريت كتب القديسين كيرلس وأثناسيوس الآباء القديسين، وقد وجدت أنهم قالوا في المسيح طبيعتين من قبل الاتحاد، أما من بعد الاتحاد والتجسد ليس قالوا به طبيعتين بل طبيعة واحدة. فأجابه فلورنسيوس البطريك: أتعترف في المسيح طبعتين من بعد الاتحاد؟ فقل لنا إن كان لم تقول صرت مدان ساقط. ومن هذا الحوار يتضح جدا سبب عزل أوطاخي، هو رفضه القول بطبعتين، وليس لأنه أنكر نسوت المسيح. نفس الاتهام اللي كان بيتوجهه للبابا كيرلس: لما كنت تشوف طبعتين يبقى انت بتقول ان الطبيعه الناسوتيه صغرت او تلاشت او مش موجوده. وده اجاب عنه القديس كيرلس في الرساله لساكسنسوس: